شيخ الله سلامتكم. صح الله صحتك يا صحة ابداعكم. اي والله هذه طبعا تدريب قدام شو اسمه اللي بياتي لسه بيطلع منها واحد شو اسمه ابراهيم قدام ياتي لابراهيم لازم منها واحد يجمع حزن لا جاب ابراهيم الا هو ينفقش حضر البكاء يا ولد في البرامج الواقع انا كنت اقول لهم يا الربع يعني رفيقك بتواجهه بعد كم ذا قالوا يا ابو سلطان لو تعيش الموقف انا الحين لنا يومين او ثلاثة ايام عبد الله اليوم الصبح قصد قصيده في الام والله يا الربع انك الله يجعل ربي يطول اعمار امهاتنا والسام ويرحم من توفت امه ولا ابوه عبد الله الحافي الله الهم يقصد فيها والله يا جماعه ما وعيت الا الدمعه على خد تعوذ بالله وش ودارك انا اقول له دخلت البرامج بمسك عمري واسوي قل لا اله الا الله لا اله الا الله بعض الناس يحسب ان انا من الناس اللي كان يعني اقول ايش عنده يبكي اخوي طالع هو بيطلع بكره على فراش اللي عيش كنت وياه ومجلسكم مع الاخر ودي كم سالفتي قدام اكفخ اللي في جنبي انا سولف المهم يعني انت وياه معه حزنكم معه ونسيتكم معه تقوم 24 ساعه هو في وجهك يعني تعودت انت وياه شيء واحد وفي خاطرك اللي في خاطرك من الحزن فجاه تشوفه طالع ماخذ شنطته مطلع انت الحزن يجتمع حزن مطلعه والحزن قلت تكلمت فيها اللي انت انك حزين مسكر عليك ما تقدر صحيح تراكم الثنتين هنا يهيض واحد واللي برا ينقد ليه؟ لانه متكي وجواله معه اموره زينه هذا يجبر لك ترى الانسان محمد العاطفه في الانسان شوف يا الربع احنا يوم جينا في ذا المكان وكل شيء مسكر علينا وجوال ما معنا جوال زادت سبحان الله معرفتنا في الثاني بتجي ما عاد عندنا شيء نسولف وكل يعطي ثاني سوالفه واسراره وخوته فهذا اللي يشحنك لما غادر واحد وتزيد بينك وبينه عيش ومد. واذا بكيت ترى ما فيها شيء يعني الناس في بعضهم يستحون انا اقول حاجه اسمع انا اقول حاجه واحده دايم اقول الله لا يحطنا في الموقف الحرج. الله 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 يا عين اخوك اعذر لا طاحت دموع ما يوجع النشمي الا غيبه النشمي. الله لو يطلع اي واحد منا يا ولد يجينا شيء انا حزين اكثر من يسوي يستحون الحين الناس رجال ما تنزل دم لا انت عينكم فيني بكره ما نبغى ان شاء الله تبكون ابكي والله ابكي بجعان انا ابكي اوف خليني اعلمكم سالفه رجال طراها سلطان طراها البكاء هذا واحد من الجماعه مع التاكسي كد والرجال الله لا يا يبلان مما بلاه يبتسي حتى على اللي في التلفزيون يبتسي الرجال يشتعل اسمع يا سعد السالفة قلبه رهيب اسمع السالفة يا عيال هذا راعي تاكسي من الجماعة قلبه رهيب يا ولد ادنا ما بكاه حتى لو عاير سمت حركه بكاه المهم وللرجال يكد على تاكسي يوم جاء مرة قال بودي عمال من الخرج للرياض وين تبون قالوا نبي المطار قالوا بنزيمي فل بلياهم قال يا ولد بروح ترزق الله كم اوديكم هم اربعه قالوا على 75 ريال المهم وداهم شلهم وداهم باكستانيه يقول يوم هنا قالوا له انا بنعود معك بعد الخارج وبنعطيك بعد دراهم الرجوع بس خلنا شوي نوصل الوالد بس نوديه قال زين المهم يوم حول معه خذ لا يضمون ابوه ويقوم يبتسون ولا السنافي معهم ويرجعهم من الخارج يوم جد في الخارج قالوا كم حكى قال والله ما عاد اخذ ريال يقول يوم جدني في البيت قلت انا ايش كوني باتسي ولي الدراهم ولا راح وداهم بلاش عود ثلاث راح الدمعات وراح الدراهم هذا الله رجاله ها رجال يحس شوي ياكل يطعم قريب كيف طريقه الفيتامين سي؟ فيتامين سي تاخذ دبه نص في كامل. فيتامين سي وفي فيتامين ثاني نص فيتامين الاصفر تحط
تخلي يفور لين يخلص وتشربه. خذ لي واحده معك نسخه وانا بعد خذ لي معك واحده. وا 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 حطها في سحاله وجبها. خل كل ياخذ لها جمه. قد حل صغير معها. انا اعطيك. هذي. انا وجريك. يا سعد ما دمت تهوى المزاج.